مرحبا وأهلا فيكم. إذن فعليا سوريا في أروقة الجامعة العربية شفنا وفد كبير لسوريا في السعودية خلال اليومين الماضيين باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحضيري لاجتماع القمة اللي راح يصير يوم الجمعة. هلا الحقيقة من متابعتي للموضوع، متابعة تقريبا كل المقاطع اللي نشرت بالإعلام العربي والإعلام السوري الرسمي إلى الآن، فينا نقول هي عودة لسوريا وليست للنظام السوري، ليس عودة للنظام السوري. للأمانة ما كان في أي ذكر للنظام أو الرئيس الأسد، حتى يعني طبيعي هذا يكون من قبل وسائل الإعلام العربية، ولكن حتى من خلال التغطية الرسمية ولم يتم هذا مهم تسويق الموضوع على أنه انتصار أو من هذا الكلام. كان هو عبارة عودة للدولة السورية ومؤسسات الدولة السورية للجامعة العربية، وإلى حد الآن هو هذا الموضوع جيد، يعني تقوية المؤسسات في سوريا على التوازي مع محاولة الوصول إلى حل سياسي يؤمن انتقال سياسي، هي الخطة النظرية. الخطوات بهذا الاتجاه جيدة. طبعا هو رح ينكشف الموضوع بوقت قريب جدا، ربما في القمة يوم الجمعة القادم وبعدها، بأنه هل هي عودة لسوريا أم عودة للنظام. يعني رح يكون هذا الموضوع واضح، وإذا كانت عودة لسوريا في سياق يعني على التوازي مع فعلا جهود متسقة كانت عربية دولية لإنجاز حل سياسي و يعني مساعدة في دفع عملية التسوية السياسية والانتقال السياسي، فهذا الموضوع هو أمر جيد بكل الأحوال. ولكن ما بدنا نستبق الأمور، بدنا نشوف. طبعا الموضوع مرتبط بتجاوب النظام مع هذه المبادرات، مع هذه الدعوات، مع هذا المسار. ننظر بعين الشك طبعا مثل ما حكيت أكثر مرة بأنه النظام ممكن أن يقدم على أي خطوة باتجاه التسوية السياسية. يعني هو دائما عنده الأمل بأنه يعني يخطف ثمار هذه المسارات أو هذه التسوية بالحصول على المكتسبات بدون أن يقدم أي تنازلات فيما يتعلق في الحكم بسوريا. وهذا الموضوع طبعا رحنا رح نتابعه، ولكن هذا هو كان التوصيف، يعني ملاحظتي إذا بتشوفوا مرة تانية، هذا مؤكد مني ومن فريق الإعداد، ما لاحظنا ذكر يمكن بس المندوب الجزائري ذكر كلمة القيادة السورية، ولكن عموما حتى وأنا بيهمني التلفزيون الرسمي السوري ما كان في أي ذكر لتسويق موضوع الانتصار وعودة سوريا ويعني انتصار محور، وهذا الكلام يلي بنسمعه ما كان له أي ذكر في يعني اجتماعات التحضيرية في المملكة العربية السعودية. الحقيقة الشيء المريب كان يلي هو بشكل اختراق يعني عن السيناريو يلي عم نحاول نرسمه ونفهم من خلاله هل المبادرة والهجمة العربية تجاه النظام، هو دعوة الرئيس الأسد من خلال مسؤول إماراتي زار دمشق لحضور قمة المناخ في الإمارات. هلا هون الموضوع الحقيقة بيختلف كتير، يعني ممكن نتخيل يوم الجمعة القادمة بأنه الرئيس الأسد يكون حاضر في اجتماع القمة، وأنا ما رح أدعي بأنه حضوره ما رح يكون مفاجئ لي ورح يخليني أرجع أختبر النظرية أو الاستشراف يلي شايفه لا هالهجمة العربية باتجاه سوريا، ولكن دعوته لا يعني مؤتمر دولي راح يكون في قادة ومسؤولين من كل دول العالم بما فيهم مسؤولين غربيين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هذا موضوع الحقيقة مختلف جدا. يعني هذا الموضوع لا يشبه دعوته لاجتماع القمة العربية، هذا الموضوع هو يتجاوز النظرية أو التفسير أو محاولة فهم ما يجري من قبل الدول العربية تجاه النظام السوري. لأن عموما الحقيقة بلشت أنا شوف الجهود العربية وخاصة بعد ما شفت تفاصيل الاجتماع التحضيري، هو محاولة خلينا نقول تقرب من الشارع السوري. أنا شايفة وخاصة المؤيد للنظام، يعني أنا شايفة بمثابة حملة علاقات عامة من قبل الدول العربية باتجاه الشعب السوري، ربما لتهيئة الرأي العام السوري والسوريين لدور عربي قادم حين ما اتضحت ملامحه، ولكن ممكن يأخذ أي شكل من الأشكال. فنحن مثل ما بنعرف كان في رفض، كان خاصة في جمهور المؤيدين والمناطق اللي يسيطر عليها النظام، كان في نوع من النظرة السلبية والمتشنجة تجاه الدول العربية، دول الخليج العربي، مصر إلى آخره. اليوم هذا الترحيب بدون ما يكون هو حقيقة ترحيب
لشخص بشار الأسد وإنما ترحيب لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ممكن يكون في إطار تقبل هذا الجمهور أو تقبل الجمهور السوري والشعب السوري خاصة مرة تانية يلي هو في مناطق سيطرة النظام إلى دور عربي قادم قريبا. يعني أنا هيك بلشت تشوف الأمور. في ناس ممكن يقولوا ماذا عن المعارضة، ماذا عن الجمهور المعارض؟ الحقيقة المفروض بحسب الخطة أنه هالجهود العربية تستطيع أن تساعد المعارضة بين قوسين السياسية مهما كان، يعني لأن هي راح تكون في فترة انتقالية لو ما عجبتنا. يعني أنا برأيي اليوم ما نوم المفيد مهاجمة أسام المعارضة يعني السياسية أو الموجودة الائتلاف وغيره، لأن احنا بحاجة لجسم سياسي ليكون ممثل اليوم، والهدف منه هو إنجاز التغيير، هو أنه نحن نفك احتكار نظام الأسد للسلطة في سوريا مهما يكون هذا الجانب. فنحن ما المفروض أنا برأيي إن اليوم نهاجم يعني الأسام السياسية والممثلي المعارضة رغم كل يعني متفقين على كل السلبيات يلي يعني موجودة فيهم، ولكن نحن بحاجة إلى هذا الجسم. وبالنسبة للمعارضة ويعني الدول العربية ماذا تفعل في المقابل المعارضة، المفروض في وعد ضمني أو في بين القرارات يلي صدرت ببيان عمان أو قرارات الجامعة العربية التزام، خلينا نقول بأنه تبذل هذه الدول العربية جهود لوضع المعارضة مع النظام في يعني محادثات أو مفاوضات أو عبر اللجنة الدستورية أو سواها لإنجاز التغيير السياسي. ونحن لازم يعني هذا الجهد نقدره ونشوف شو بده يطلع معهم فيه، بغض النظر عن إيماننا أنه رح ينجح ولا ما ينجح، ولكن في المقابل ما المفروض كل جمهور المعارضة يعني يكون كيسنجر أو كوفي عنان يعني أو بيدرسون أنه يكون والله متفاهم. من المفيد أن يظهر جمهور المعارضة ويعني من هو محسوب على المعارضة حتى من بعض النخب والمفكرين عدم رضاهم واستياء بأنه ما كان لهم أي تمثيل أو اتصالات مثل ما فهمت معهم لحتى لإتمام هذه الفرصة، يعني التقارب من سوريا أو أن يظهروا موقفهم بأنه لا بأس من التقارب يعني مع سوريا، وهذا مرحب في تعود إلى الجامعة العربية وتعود إلى علاقاتها مع الدول العربية، ولكن حذاري أن يكون هذا الموضوع هو إعادة تطبيع مع النظام. أنا برأيي هذا الموقف مطلوب بأن يظهروا جمهور المعارضة ومن يمثل المعارضة السوري. نرجع لدعوة الإمارات للرئيس الأسد لحضور مؤتمر المناخ، الحقيقة هي خارج هذا السياق اللي حكينا عليه. يعني نحن فينا اليوم نفكر بدور عربي يساعد في إيجاد حل للأزمة السورية لإنجاز التغيير السياسي، على الأقل هي النوايا. يعني مرة تانية نجاح هذه النوايا شيء والنوايا شيء آخر، ولكن أن يعني تخترق يعني تحدث هذا الاختراق الإمارات بشكل أنه تدعو الأسد لمناسبة يحضر فيها يعني رؤساء من كل دول العالم بما فيها الدول التي تفرض عقوبات على الأسد ونظام الأسد ويعني تصفه بالإجرام وبأنه هو زعيم عصابة تهريب الكبتاغون، يعني كيف بده يتواجدوا هؤلاء الزعماء مع الأسد في نفس المناسبة. الحقيقة هذا موضوع غريب. الشيء الوحيد يلي لفت نظري انه ممكن بشكل او باخر تراهن عليه الامارات وعامل الوقت، بانه هذا المؤتمر هو ب 30 تشرين القادم، يعني 5 شهور. ربما بهذه الخمسة اشهر ممكن تكون الدعوة في اطار التقرب من السوريين ومن يعني السوريين خاصة في مناطق النظام، يا جماعة نحن ما عندنا مشكلة معكم، ولكن جائز انه تكون الامارات تراهن على الوقت بانه تغيير ما سيطرأ حتى موعد المؤتمر. يعني ممكن هذا الموضوع يكون بهذه الطريقة والله أعلم. على كل نحن رح نراقب التطورات ونحكي فيها أول بأول، رح تكون أشهر حافلة حقيقة بالأحداث، ولا شك أنه هي رح تحدد بشكل كبير مستقبل سوريا والسوري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.